أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. واحدة من أكثر الأمراض حديثا بين الناس هو مرض القولون، حيث طبعا بناء على هذا الحديث المنتشر بين الناس وبعضهم يتبادلوا العلاجات والنصائح الغير صحيحة. في هذه الفقرة مشاهدينا الكرام حنتكلم عن حقيقة مرض القولون وعلاجه وأسبابه إلى آخره مع ضيفنا الكريم في الاستوديو. إحنا معنا الدكتور نزار باهبري، استشاري الباطنة والأمراض المعدية. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك يا خلود وجميع المشاهدين. اهلا وسهلا فيك يا دكتور، سعيدين بتواجدك. وبالفعل احنا يعني نتكلم على القولون اليوم مع الشخص المناسب والصحيح، لانه دائما الناس اي احد عنده قولون ما عنده قولون صار بيتكلم وبيفتي بهذا الموضوع. هي هم اولا نبغى ناكد انه كل الناس عندهم قولون، لانه من غير قولون يعني كيف حيعيشوا؟ بالضبط. في ناس قليل يعني اللي يصير لهم التهاب يقوموا يشيلوا لهم القولون، بس الناس كلها تقول انا عندي قولون. ايوه صحيح، انت عندك قولون زي انا عندي قلب، انا عندي رئه، انا عندي قولون، جهه يعني عضو موجود في الجسم. مهم جدا للامتصاص، مهم جدا لعمل الفضلات ولاخراج السموم، فعضو جدا جدا مهم. القولون موجود في كل البطن، متواجد في كل البطن، في كل انحاء البطن، فكل الناس يسألوا هو هنا القولون ولا هنا القولون ولا هنا القولون، ولا مثلا هنا زي بعض الناس يستعجبوا انهم انه يكون هنا، بس هم يستعجبوا كثير منهم يعني انه يروحوا للدكتور يقولوا له هنا يوجعني، يقوم يقول لهم اظن هذا القولون، بعدين يروحوا له يوم ثاني يقولوا له هنا يوجعني، يقول لهم برضه القولون، فالناس ما يعرف هو القولون في كل مكان. كيف الدكتور هو اللي يقول لهم ايوه هنا القولون؟ كيف بيسايرهم؟ لا هو صحيح القولون يمتد على يعني على طول البطن، يمين اللي اليسار اللي اخراج الفضلات، هي اللي في الخريطه المشهوره دائما في كتاب العلوم هي الامعاء الغليظه، مو الامعاء الدقيقه اللي في النص، الامعاء الغليظه، فهي كل البطن موجود فيها قولون. فالقولون في تقلصات شديده وهو مسؤول كامل عن الاخراج، والامراض حقت القولون يعني متعددة كثيرة، ما هي مرض قبل واحد. ما ندخل في الأمراض قلت لي جزئية مهمة لكن عديت عليها، يعني مريت عليها مرور الكرام، احنا حابين نتكلم بتفاصيلها. وظيفة القولون بالتفاصيل. القولون هو يعني جزء مهم في الامتصاص في الآخر، يعني آخر الامتصاص، بس هو مسؤول عن جزء كبير من إخراج الفضلات، جزء كبير من الأكل الغير مهضوم، الأكل اللي غير أنت محتاجه، يعني إخراج كثير من السموم اللي مسؤول عنها القولون. فبالتالي اللي تكوين الله يكرمك وجميع السامعين البراز كله مسؤول في القولون وموجود فيه، فبالتالي خروج كل هذه الفضلات مسؤول عنها القولون. والقولون متأثر كمان بالحالة العصبية للبني آدم، فبالتالي هو كمان من الأشياء اللي ممكن إنها تنجرح وتتأثر بحالتك العصبية، وهو من الأشياء كمان من الأعضاء اللي ممكن إنه ينزف ويسبب الأنيميا، لأنه بيصير في حالات من النزيف تحصل في القولون. يعني هو بيتأثر بالحالة النفسية والعصبية. نعم. وبيتأثر بالنزيف أو عفوا. أيوة في بعض، لا بس إنه يكون من الأعضاء اللي موجودة اللي ممكن إنها تنزف فجأة وتسكت، فبالتالي ممكن تسبب أنيميا. طب خلينا نتكلم شوية على أمراض القولون. أمراض القولون متعددة، في من أبسطها هو اللي الناس كلهم جدا شائع، 20% من البشر اللي يقول لك أنا عندي القولون، وهو حقيقة نحن نقدر نقسمها إلى تقريبا قسمين. قسم مجرد تقلصات، ناس يأكلوا شيء معين يصير لهم تقلصات في يومين، يتعب من ألم في بطنه ويومين ويروح. فلما يروح للدكتور يقوم يقولوا له والله انت عندك تقلصات في القولون، فيقوم يقولوا لك انت عندك القولون. لكن القولون اللي بعدها اللي الناس اللي يستمر معاهم لمده شهور وبعدين تقوم تتغير معاهم آلام او انتفاخ، وبعض الاحيان يجي فترات امساك وبعدها بشهور يجي فترات اسهال، وهذول الاشخاص لاكثر من سنه او سنتين يعانوا بهذا الشكل يقوموا حقيقه يوصلوا لتشخيص القولون العصبي. هذا هو القولون العصبي. هذا القولون العصبي اللي هو أعراضه الله يكرمكم ويكرمك دكتور، اللي هو إسهال وإمساك وانتفاخات وإلى آخره، بس بشكل مستمر، ما هي يومين وتروح. لا، وهذول شهور. الأشخاص شهور أحيانا تجلس معهم لشهور وتجلس لسنتين متكررة الأعراض. تمام. بشكل كبير. تمام. إلين ما يبدأوا يوصلوا لتشخيص القولون العصبي، بس هذول كثير منهم من الأشخاص هذول، وهذا مرض شائع، تقريبا 20% من البشر
يعانوا من القولون العصبي. وحقيقة إنه يعني له علاقة كبيرة ما بين نوعية الأكل بالإضافة إلى حالتك النفسية. من اسمه عصبي، والناس ما تعرف إنه هذا مرض مزمن. يعني دائما يقول لك يا أخي إحنا تعبنا نروح للدكاترة يدون علاج نخف لمدة يوم أو يومين ويرجع لنا مرة تانية. القولون العصبي زي الحموضة، أحيانا الناس ما يقولوا لهم الدكاترة إنه مرض مزمن. مع كثير من البشر مرض ما رايح ينتهي، تأخذ الدواء ترتاح، توقف الدواء ترجع مرة تتعب مرة تانية. بس هو بالنهاية مرض. مرض. طيب، ولكن بعض القولون العصبي يصير فيه تقرحات، لكنه ما هو مرض من الأمراض الخطيرة، ولا يسبب المفروض لا أنيميا، ولا المفروض اللي هو القولون العصبي أيوة ما المفروض أنه يسبب لا فقدان في الوزن بشكل كبير. بس اللي يسبب لهم فقدان من الوزن الناس يقول لك ما عاد نبغى ناكل، يمتنوا عن الأكل لأنهم يحسوا نفسهم مرتاحين لما ما يأكلوا. لكن حقيقة هو ما هو مرض شديد أنه يسبب نقصان في الوزن. من أمراض القولون اللي تصير هي التقرحات حقت القولون. تقرحات القولون هذا مرض مناعي. ومن ضمن أمراض القولون اللي ممكن أنها توصل إلى أورام القولون، من أكثر الأورام المنتشرة في الرجال بعد عمر 40 وبعد عمر 45، منتشر هذا المرض كورم من دون الأورام اللي في الجسم. فبالتالي الأمراض حقت القولون اللي الناس كلها تقول لك قولون قولون قولون، هذا غالبيتها يا يكون تقلصات بسبب التغذية أو يكون من جد عندهم قولون عصبي. والناس اللي يكون عندهم قولون عصبي هذول لازم أول شيء يعرفوا شيئين جدا مهم. رقم واحد إنه هذا مرض مزمن، يعني أحيانا يستمر معك طوال فترة حياتك. رقم اثنين إنه إذا كان قولون عصبي إنه في كثير من الأحيان يتعلق بحالتك النفسية. تمام. فكل ما أنت تكون شخص عصبي وكل ما استمر معك هذا الموضوع كل ما تأثر القولون حقك. يعني نقول يا دكتور إنه القولون أسبابه بشكل رئيسي نوعية الأكل بشكل عام. القولون بشكل عام ليس العصبي فحسب، نوعية الأكل والحالة النفسية أم هناك أسباب أخرى؟ نعم، هذه أكبر سببين. بس إيش اللي بيخلي شخص يصاب به وشخص لا يصاب به؟ هو جينات. لكن وراثي كمان. جينات، ما هو لازم وراثي بس إنه جينات. يعني أنت يكون عندك مبدأ إنك تتأثر القولون حقك. في ناس عصبيين جدا ولكن ما يجي لهم أي تأثير في القولون، وفي ناس عندهم القولون جدا حساس بتجي لهم تأثيرات كثيرة، وفي ناس يتأثروا من أكل الغالبية من البشر ما يتأثروا منه. فبالتالي إحنا لابد أن ننتبه لإيش هو الشيء اللي بيأثر علينا. إيش الأكل اللي بيأثر على القولون دكتور؟ كثير جدا. أنا دائما يعني أحب أضرب مثال، إني دائما إذا جلست بجنب واحد في طيارة من يوم ما تقول له طبيب باطني، من يوم ما تقول أنا استشاري باطني، أنا عندي القولون. أنا عندي القولون. ولا إنه يعني أنا عندي غازات، أنا عندي البطن كلها منتفخة عند غالبية الشعب. طيب الأكل حقنا يدعو للانتفاخ، يعني واضح علي، واضح على كثير من الناس، يدعو للانتفاخ. يأكلوا كل شيء مليان غازات، يشربوا، نشرب كلنا مشروبات غازية. في أشياء كثيرة من اللي إحنا نأكلها غير جيدة بالنسبة للقولون، بالذات اللي يكون قولونهم حساس. في ناس قولونهم حساس من الغازات وتلاقيهم يعني كثير يأكلوا طعمية ويأكلوا فول ويأكلوا كرنب، وهذه الأشياء معروفة إنها هي تنتج، وهو ما زال يأكلها وما زال يتألم وما زال يرجع يقول طيب إيش أسوي، أنا أحبها. ما هي هيدا المصيبة. صح. أيه. صح صح صحيح. وناس كثير يكون عندها انتفاخات كثيرة بسبب القولون ما يكون ماشي كويس، وبسبب انهم يشربوا بيبسي كثير وما زالوا يشربوا بيبسي كثير. لكن من ضمن كمان من الأمراض الشائعة للناس في القولون، في الأشخاص اللي عندهم سكر لفترة طويلة. إنه السكر يضعف تقلصات البطن، ما يخليها تتقلص بشكل كويس، بالذات إذا كان سكرك غير منتظم. فتلاقي الناس سكرها فوق 200 وفوق 300، وتقوم تضعف الأمعاء ما تتقلص بشكل كويس، فيصير دائما عندهم انتفاخ لدرجة إنه يقول لك والله أنا آكل أي لقمتين وكذا أحس بطني منتفخة، والله ما آكل. صح. بس هو حقيقة يكون التعب عندك إنك أنت ما أنت قادر تضبط السكر. أي مريض بالسكر عنده مشكلة في القولون لابد إنه ينتبه حقيقة لمعدل السكر التراكمي حقه، ولابد إنه يضبط السكر. ضبطك للسكر يحسن من الوضع.
للأسف الشديد إنه لما تهمل السكر، السكر كمان يأثر على المعدة وعلى الأمعاء بشكل جدا كبير. صح صح. طب بجانب الأكل المثير للاضطراب القولون، في أكلات سمعنا بس حابين نتأكد منك، الأكلات الحارة. صحيح. الأكلات الحارة، الأكلات الدهنية، القهوة. ناس كثير يقول لك القهوة، حقيقة صحيح القهوة عند بعض الأشخاص تسبب لهم مشاكل في القولون، تتعب لهم البطن. القهوة القهوة أيوة. وفي ناس كثير كمان القهوة تسبب لهم مشاكل في الارتجاع، يصير له حموضة ويصير الأمعاء حقتهم تتقلص يعني بشكل كبير، فصحيح. طب كيف الدكاترة بيشخصوا هذا المرض؟ أيوة. الدكاترة، في بعض الناس إذا ما يعني أخذ وقته مع الطبيب، يعني الطبيب هذا بس بيقول له إنك أنت عندك القولون، بس اللي ياخذ، اللي يكون متخصص في هذا الشيء ويجلس وقته مع المريض يقدر يحدد له هل هذا الموضوع موضوع عابر، يعني انت مثلا اكلت شيء امس او اول امس وهذا شيء راح، ولا لا والله هذا قولون عصبي لانه لك فتره طويله وانت عليه. فاحيانا يبدا يحط على حسب الاعراض. مثلا اذا كان العرض الاساسي في القولون العصبي هو الاسهال، فيقوم يبدا يديله اشياء تقلل الاسهال. إذا كان المرض الأساسي هو الإمساك، فلا بد إنك ما تخلي البني آدم هذا يصير عنده إمساك، فيبدأ يديله ملينات. إذا كان العرض الأساسي في القولون العصبي هو الغازات، فيديله حاجة للغازات، ويبدأ مثلا يقول له والله يبغالك تأخذ مثلا زي بعض الوصفات اللي هي تقلل من هذا من هذا الموضوع حق الغازات. إذا هو من الأشخاص اللي يصير عنده انقباضات شديدة، فيقوم يديله دواء للانقباضات. وفي بعض الأشخاص لما نلاقي إنه العصبية هي السبب الأول والأخير، ننصحهم إنه ممكن يروحوا لطبيب نفسي ياخذوا دواء مهدئ للأعصاب، لأنه إذا هدأت أعصابهم يروح هذا المرض، يعني يهدأ هو، يعني ترجع تجلس معاه وتاخذ وقتك أنت كطبيب، تقوم تلاقي إنه هو ما بيسوي أشياء غلط كثير، بس لكن حقيقة هو مشكلته نفسية، مشكلته عنده عصبية شديدة. تمام. طب دكتور، في ناس بيسألوا بخصوص عملية الترجيع أو الاسترجاع عفوا، هل هذه سببها قولون؟ لا، هذه هنا من المريء، هذا يسموه الارتجاع حق المريء. هذه اللي هي الحموضة اللي يرمضوا، برضه هذه مع بعض الأشخاص تكون أمراض مزمنة. نظرا لأنه إحنا عندنا كثير في المجتمع يأكلوا ويناموا، فبالتالي أنت يصير في صمام هو اللي يمنع ارتجاع الأكل من المعدة إلى المريء. مع كثرة الضغط عليه كل يوم تنام والأكل كله يتجمع على فوق، يصير هذا الصمام فيه ضعف، فبالتالي يصير عندك مشكلة ارتجاع كبيرة. تمام. دكتور، آخر شيء تحب تقوله بخصوص مرض القولون؟ أيوه، حقيقة في كثير من الوصفات اللي يصير لأمراض القولون جيدة. جيدة جدا وصفات الناس. وصفات الناس، من ضمنها مثلا الناس يقول لك والله يشرب البابونج لأنه يهدئ الأعصاب أصلا. في ناس يشربوا شو اسمه الكمون، هذه الأشياء تهدي، النعناع تهدي من الغازات. لكن كمان من الأشياء اللي نبغى نأكد عليها، يعني هي نصيحة طبية صحيح، أنا أتمنى أني أسويها، لكن هي الرياضة، تغيير سلوكك. يعني تغيير سلوكك كأنك تتريض زي حضرتك، أو مثلا تكون مثلا بتوقف الأكل اللي ما هو كويس، أو توقف المشروبات الغازية، يساعد كثير بأنه يتحكم في المرض حقك. أنا أنصح الجميع أنهم يتريضوا يا دكتور. صحيح. ويلعبوا رياضة. هذه نصيحة لي. شكرا لك دكتور، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. إذن مشاهدي الكرام، بعد هذه الفقرة ما زالت فقرة بسيدتي مستمرة، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، إيمان السحيم مصممة أزياء تمسكت بالستايلات البسيطة وتميزت. أنت متفوقة معها، والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية.